مساء صباح اليوم، عامل إقليم الخميسات مرفوقاً بالمدير الجهوي للفلاحة ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الرباط سلاء القنيطرة حفل توقيع اتفاقيات لتوزيع 11 بذارة مباشرة لفائدة الجمعيات والتعاونيات الفلاحية المهنية التابعة للإقليم. وتندرج هذه الاتفاقيات في إطار البرنامج الوطني لتطوير الزرع المباشر الذي يروم بلوغ 1,000,000 هكتار من المساحات المزروعة بحلول سنة 2030 بهدف تعزيز مرونة نظام الحبوب في المغرب في مواجهة التغيرات المناخية. تم الإعطاء لتوزيع ديال البدارات ديال الزرع المباشر. كاين برنامج اللي ديال 1,000,000 هكتار اللي كيندار في اطار استراتيجيه ديال الجيل الاخضر في افق 2030. على مستوى جهه الرباط سلاء القنيطرة عندنا 200,000 هكتار ايضا في افق 2030. بدينا هذه واحد السنتين ببرنامج 20,000 هكتار. السنه الماضيه كان عندنا 40,000 هكتار اللي وصلنا لها 100%، وكنسطروا برنامج هذه السنه ديال 60,000 هكتار اللي فيها الحبوب وايضا القطاني والزراعات الزيتيه. هذا برنامج اللي هو مهم للتكيف مع التغيرات المناخيه واللي يندر في إطار الزراعة الحافظة. اليوم كان 11 بالدارة على مستوى إقليم الخميسات، وسبق لنا وزعنا 11 بالدارة على مستوى إقليم سيدي قاسم، وكان بالدارة على مستوى عمالة سخيرات تمارة. هذا برنامج اللي هو مهم كنقوموا به مع التعاونيات الفلاحية اللي مشات لهذه التقنية ديال البذر المباشر، ويمكن اقتناء هذه البدارات كما قلت اما في اطار صندوق التنميه الفلاحيه، كاين اعانات مهمه اللي كتعطيها الدوله، ايضا في اطار الفلاحه التضامنيه اللي كنوزعوا فيها ايضا بدارات على الفلاحين المستفيدين، وكاين برنامج ديال المثمر. محمد البوحياوي رئيس الغرفه الفلاحيه الجهويه لجهه الرباط سلاء القنيطره، كنتواجدوا اليوم باقليم الخميسات في اطار تنزيل برنامج الزرع المباشر وبالتالي توزيع بدارات الزرع المباشر اللي جات في اطار مخطط الجيل الاخضر 2020-2030 اللي عطى انطلاقه ديالها صاحب الجلاله الملك محمد السادس. هذه التقنيه ديال الزرع المباشر لها مجموعه من المزايا، خاصة في غضون كنعيشوا واحد الظروف ديال الجفاف، واللي هاد البدارة هي مواتية لهاد الزرع هذا، وكنطمحوا في التوزيع ديال هاد البدارات أننا نوصلوا لواحد الهدف ديال 1,000,000 هكتار على الصعيد الوطني، و 200,000 على الصعيد الجهوي، و 80,000 على منطقة ديال إقليم الخميسات. اليوم كنتواجدوا في جامعة أيت بويحيا الحجامة اللي تابعة لإقليم الخميسات، اللي كان السيد عامل إقليم خميسات رفقة المدير الجهوي للفلاحة لجهة الرباط سلاء القنيطرة ورئيس الغرفة ومنتخبون، باش عطاو انطلاقة ديال توزيع ديال 11 بالدارة ديال البذر المباشر لفائدة التنظيمات المهنية اللي كتنشط في مجال زراعة الحبوب في الإقليم. فيما يخص هذا البرنامج على صعيد الإقليم، هو اللي وصلنا له حاليا، وصلنا لواحد المساحة ديال 26,000 هكتار. البرنامج مرتقب فيه 26,000 هكتار، والمساحة المنجزة حاليا وصلت 18,000 هكتار، أي بنسبة تعادل 67%. فيما يخص الجهة، عندنا واحد البرنامج اللي هو طموح، اللي كنطمحوا ل 200,000 هكتار في أفق 2030، وحاليا على صعيد الجهة وصلنا ما يناهز واحد 60,000 هكتار اللي هي مبرمجة في السنة هذه. تنشكروا الغرفة الفلاحية، وتنشكروا المدير الإقليمي والمدير الجهوي ديال الفلاحه، نشكر السيد العامل على هذه المبادره اللي كيشجعوا بها الفلاحه، وبالاخص في هذه السنه هذه اللي كتعرف شح في الامطار، وغتشجع الفلاح باش تنقص له من المصاريف، وغتنقص وغتشجعوا باش يخدم بلا ما يصرف المصاريف الاوليه اللي كانت كتصرف شحال هذه، مثلا تيقلب وعادي تني وعادي يزرع، دابا غادي تمكن باش يزرع مباشره بهاد الزراعه هذه. وتنتمناو زعما تكون مبادرات اخرى باش يشجعوا الفلاح، لان هذا الموسم هذا صعيب شويه، وتنتمناو من الله الخير.